كان لخبر وفاته وقع الصاعقة، لا في المغرب فحسب، بل في كافة أرجاء العالم الإسلامي. مأساة أندلسية جديدة تضاف إلى قائمة الأحزان المتتالية في ذلك القرن العصيب. لواحد من أنبغ العقول الأندلسية قتل غدرا بسبب مؤامرة في البلاط دبرت له. محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ولد عام 1199 في مدينة بلنسيا حاضرة الشرق الأندلسي، ارتبطت به ارتباطا وثيقا حتى حمل نسبها، فعرف دائما بابن الأبار البلنسي. كان مولده بعد 4 أعوام من آخر انتصار مشهود للمسلمين في الأندلس على خصومهم القشتاليين الإسبان في موقعة الأرك عام 1195. ينحدر ابن الأبار من أسرة معروفة بالعلم والمكانة الاجتماعية، درس على يد والده زمنا ثم تتلمذ عند كبار فقهاء عصره من القضاة وعلماء الحديث لأكثر من 20 عاما، حتى ذاع صيته بالعلم والنبل وتولى مناصب مرموقة في دولة الأندلس. ثم كانت نكبة بلنسيا الكبرى عندما حاصرتها جيوش الصليبيين الإسبان، فأرسل حاكمها كاتبه الأثير ابن الأبار إلى حاكم تونس أبي زكريا الحفصي ليطلب منه نجدة مدينته، وألقى عليه قصيدته السينية الشهيرة ليستنهض عزيمته: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. استجاب الملك الحفصي وبعث بالإمدادات البحرية مع ابن الأبار، لكن الحصار كان قد أجهد المدينة، فسقطت بأيدي الصليبيين عام 1239. لم يطق الإقامة تحت حكم الصليبيين، فرحل إلى تونس باحثا عن بلد مسلم حر يقيم فيه بكرامة. كان لابن الأبار استقبال حسن عند حاكم تونس، قربه من مجلسه وجعله من صفوة كتابه. سطعت شهرته الأدبية والعلمية، وشهد له المشارقة والمغاربة بالبلاغة والنبوغ في علم الحديث والفقه والشعر. قال عنه العلامة عبد الرحمن بن خلدون: كان الحافظ أبو عبد الله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسيا، وكان علامة في الحديث ولسان العرب وبليغا في الشعر. عاش ابن الأبار سنوات طويلة في تونس، وهنأ فيها بأيام عز، حتى قال فيها: بلدة طيبة ورب غفور، ودولة مباركة لمحاسنها سفور. لكن خصوم ابن الأبار ببلاط السلطان المستنصر بالله كادوا له المكائد، وبثوا إشاعات عن عثورهم على كتابات له مسيئة للسلطان بعد خلاف بسيط بينهما، منها أبيات من الشعر مطلعها: طغى بتونس خلف سموه ظلما خليفة.
اتهم ابن الأبار بالخروج على السلطان، فقتل طعنا بالرماح، وصودرت كتبه وأحرقت مع جثته. وأدت تلك النكبة إلى ضياع الكثير مما كتبه ابن الأبار، عدا بعض المخطوطات بقيت في كبرى المكتبات حول العالم. ولم تخلو اللحظات الأخيرة من عمره الحافل من لمسة إنسانية، حين شعر بخيوط المؤامرة تطبق على عنقه، دعا خادمه إلى الفرار وأهداه دابته ليرتحل بها حيث شاء كي لا يناله مصيره.